يا مساء الخير على كل مشاهدي قنوات اون تايم سبورتس في كل مكان. حلقه جديده من حلقات اخبار اون تايم، وان شاء الله تكون حلقه مميزه. وزي ما احنا متعودين مع حضراتكم، هيكون عندنا هنا جوله في الساحه المحليه، وده من خلال اخبارنا الخاصه، وكمان هنتابع مع حضراتكم كل الكواليس الجديده في كره القدم العالميه. كل ده تحت شعار ان كل شعوب العالم بيختلفوا في لغتهم وكمان في عاداتهم وفي تقاليدهم، لكن حاجه واحده دايما بتجمعنا اكيد هي الرياضه. وهنبتدي زي ما احنا متعودين معاكم باهم وابرز العناوين. اليوم فرعنة اليد في مواجهة قوية قصاد الجزائر بربع نهائي أمم إفريقيا. اليوم انطلاق بطولة العالم للسلاح في استاد القاهرة. الأهلي يختتم استعداداته لمواجهة بيراميدز في الدوري غدا. الزمالك يعسكر اليوم في كفر الشيخ استعدادا لمواجهة غزل المحلة غدا. وعالميا حجازي يتواجد بالتشكيل المثالي للدوري السعودي موسم 22. ومن العناوين نروح مع حضراتكم لتفاصيل أخبارنا. المصريين هايلين يا رجالة المصريين. النهاردة الساعة 8 هنكون على ميعاد مع مباراة أكيد قوية ما بين منتخب مصر الأول لكرة اليد مع منتخب الجزائر في الدور ربع النهائي من كأس الأمم الأفريقية، واللي بتستضيفها مصر على صالة حسن مصطفى في 6 أكتوبر. وبيشهد الدور ده لقاءات تانية ما بين تونس والكونغو الديمقراطية والمغرب مع غينيا وأنجولا مع الرأس الأخضر. وصل منتخب مصر لكرة اليد للدور ربع النهائي في بطولة كأس الأمم الأفريقية، واللي بتستضيفها مصر محققا العلامة الكاملة بالفوز على الكاميرون والمغرب في دور المجموعات. وفي حالة فوز الفراعنة إن شاء الله على الجزائر، فهيقابلوا في الدور نص النهائي مع الفائز من لقاء تونس مع الكونغو الديمقراطية. نجح منتخب مصر في تحقيق الفوز على نظيره المغربي بنتيجة 21-36 في تاني مواجهاته، بعد ما كان قد حقق قبل كده الفوز في ضربة البداية بالفوز على الكاميرون بنتيجة 40-17. ومجموعة الفراعنة بتضم الثلاث منتخبات فقط. أكيد بيطمح الفراعنة أن هم يسعدوا جماهير كرة اليد المصرية على أرضهم بعد إخفاق حصد ذهبية دورة ألعاب البحر المتوسط في الجزائر، والاكتفاء بس بحصد الفضية بالخسارة طبعا قصاد أسبانيا في النهائي بفرق هدف واحد بس، وكانت النتيجة وقتها 27-28. لسه مكملين معاكم مع أخبار بطولة أمم أفريقيا لكرة اليد. والنهاردة هتقام 4 مباريات ضمن مباريات ربع نهائي البطولة. انطلقت المباريات الساعة 12، مواجهة قوية كانت ما بين منتخب المغرب الشقيق ومنتخب غينيا، وخلصت بنتيجة 29-24. والساعة 3 منتخب تونس هيلاعب منتخب جمهورية الكونغو، والساعة 5:30 منتخب أنجولا هيلاعب منتخب الرأس الأخضر، والساعة 8 مواجهة تكون ما بين منتخب مصر ومنتخب الجزائر الشقيق.
وبينضم لنا دلوقتي كابتن عمرو صلاح نجم منتخب مصر السابق وامين صندوق الاتحاد المصري لكره اليد الحالي عشان نتكلم معاه اكتر عن مباراه منتخبنا النهارده قصاد منتخب الجزائر. يا مساء الفل على حضرتك. اهلا بيك، ازاي سعاد حضرتك؟ اتفضلي. منورنا اكيد هنا في اخبار اون تايم على شاشه اون تايم سبورتس 2. عايزين نتكلم عن لقاء النهارده فنان من وجهه نظرك قصاد منتخب الجزائر، واحنا الحمد لله يعني مشوارنا يعني كان موفق جدا حتى الان في البطوله، فيعني سواء كان اللقاء قصاد المغرب او اللقاء اللي قبليه فزنا بنتيجه كبيره. هو الحمد لله طبعا احنا ابتدينا البطوله بدايه موفقه جدا. خليني بس اخد من كلمه كده انت قلتيها، احنا ان بطوله البحر الابيض كان في اخفاق في الحصول على الذهبيه. انا عارف ان سقف التوقعات بتاع الجمهور المصري والبلد والوزاره والاتحاد طبعا عالي في الفرقه على الفرقه. صحيح. احنا كنا محتاجين طبعا الميداليه الذهبيه. صحيح. ولكن خليني اقول لحضرتك برضو ان اللعيبه كانت خارجه من موسم طويل جدا سواء محليا او سواء اللعيبه المحترفين كانوا بيلعبوا لغايه قبل 4 ايام من بدايه بطوله البحر الابيض. بالاضافه طبعا ان احنا كان عندنا مشكله ان كان محمد ممدوح هاشم ما كانش موجود. صحيح. مع الفرقه في الجزائر، وكان عندنا طبعا يحيى خالد ما كانش موجود نتيجه بعض الظروف اللي ليها علاقه بتجنيده. فده يمكن كانت احنا كنا واخدين بطوله البحر الابيض المتوسط عشان برضو الجمهور يبقى عارف كفترة إعداد للفريق. لأن زي ما حضرتك عارفة إن ميعاد البطولة مختلف شوية، هو المفروض البطولة دي ميعادها كان في يناير اللي فات في المغرب. صحيح. وإحنا دلوقتي في نهاية موسم ما كناش لاقيين أي فرقة نقدر أي منتخب نقدر نلعبه، فبالتالي أخذناها كفترة إعداد. فده بس إيضاح الأول لموضوع ليه البحر الأبيض؟ البحر الأبيض كان إعداد للفرقة للبطولة دي. لكن الجمهور كان طمعان في الميداليه الذهبيه، يمكن صحيح لم نوفق ان احنا نحصد الميداليه الذهبيه، لكن في الاخر طبعا منتخب اليد كالعاده شرفنا في البطوله اللي فاتت وفي البطوله دي كمان. خلينا نتكلم بقى اكتر فنيا عن لقاء النهارده قصاد المنتخب الشقيق المنتخب الجزائري، شايف اللقاء هيكون عامل ازاي النهارده وفرص مين اكبر؟ والله بصي هقول لحضرتك، هو طبعا منتخب الجزائر منتخب محترم جدا. هو منتخب جديد شاب بيقوده رابح غربي، رابح مدرب كويس جدا، مدرب شاب، ولكن برضو احنا عندنا الثقل الفني اللي موجود في الفرقه من اللعيبه المحترفين واللعيبه اللي خدوا خبرات كبيره جدا سواء في الدوري المحلي او بره، بترجح كفه طبعا منتخب مصر، بجانب برضو فرق الخبرات ما بين حد زي فاروندو وزي برضو رابح، بتدي افضليه شويه للمنتخب القومي، وعدد اللاعبين المحترفين بره في منتخب مصر زي علي زين، زي يحيى خالد، زي محمد سند، زي محمد ممدوح، زي يعني الطيار، كل احمد خيري، كل اللعيبه دول بيدوا ثقل فني ان تقدري تقولي ان الفرقه بقت ثقيله، بتعرف امتى تكنترول الملعب، امتى تسرع الملعب، امتى تبطئ الملعب. فده طبعا فارق جدا وهيفرق اكتر، وبالاخص كمان ان احنا دلوقتي بقى مع المنتخب مدير المنتخبات القوميه الكابتن ايمن صلاح، عنده طبعا خبرته الافريقيه وعارف خبرته في التعامل نفسيا مع اللعيبه، فالحمد لله من كل النواحي الكنترول موجود على الفرقه، وان احنا نقدر ان شاء الله ان احنا النهارده نفوز ونتاهل للمباراه قبل النهائي بكره ان شاء الله. وهتبقى مباراه يعني احنا نتوقع ان هي هتبقى مع المنتخب التونسي، فاحنا صحيح يعني هنلعب نهائيين في يومين يعني ان شاء الله في يومين ورا بعض، فحظوظنا اكبر ان شاء الله، وبنتمنى الفوز للمنتخب. أكيد أكيد طبعا. وخليني برضو أتكلم مع حضرتك كمان عن نقطة بقى الحضور الجماهيري في البطولة، والنهاردة تحديدا النهاردة تحديدا يعني مستنيين إيه من الجماهير اللي هتحضر النهاردة؟ والله إحنا مستنيين من الجمهور إن إحنا ال 5000 سيت اللي موجودين في قاعة الدكتور حسن مصطفى إن هم يبقوا مليانين إن شاء الله، سواء بأولادنا من لاعبين كرة اليد وإداريين ومدربين. صحيح. سواء من الجمهور، وده انا شايفه على الابلكيشن بتاع تذكرتي، شايف ان في
الحمد لله حضور اعلى من اي مباريات قبل كده. صحيح، وبرضو احنا بنلتمس العذر للجمهور، يمكن في المباراه الاولى كمان احنا كنا في عيد، يمكن فكان صعب جدا، الكل كان في اجازات، الكل كان محضر ان هو مسافر، واللي رايح واللي جاي واللي بيزور اهله واللي بيذبح، يعني حقيقي كان اليوم صعب جدا على الجمهور، لكن اكيد احنا متوقعين ان شاء الله انه هيكون في دعم وفي مسانده كبيره جدا لمنتخبنا ان شاء الله النهارده وبكره والنهائي ان شاء الله، احنا متوقعين ومؤمنين الجمهور. طبعا انا يعني احب اخد يعني المناسبه دي مع حضرتك ان انا بصراحه اشكر شركه برزنتيشن على المجهود اللي عملته خلال الفتره اللي فاتت في ان احنا نطلع بالحدث ده في خلال 40 يوم بس، طبعا بقياده المهندس سيف الوزيري، وطبعا معاه المهندس هشام زايد. طبعا شركه تذكرتي قامت بدور كبير جدا، الشركه الافريقيه في التامين، وزاره الشباب والرياضه يعني تحت قياده معالي الوزير الدكتور اشرف صبحي، الناس كلها الصراحه يعني تظافر ان البطوله تطلع بالمنظر ده. احنا اخذنا تنظيم البطوله من 40 يوم بس كويس، والحمد لله احنا طلعناها بالمنظر المشرف اللي حضرتك شايفاه في البطوله. صحيح، في الملعب، في حفل الافتتاح، في التنظيم، حقيقي مفيش مشاكل، وده اللي معتاد عليه هنا عندنا في مصر. 40 يوم. صحيح، ده اللي معتاد عليه هنا في مصر، احنا دايما يعني في الاوقات الصعبه بنوري الناس قد ايه احنا مستعدين وعلى اتم استعداد في اي وقت ان احنا نعمل اي حاجه، يعني مش محتاجين وقت كبير، مش محتاجين استعدادات كبيره، احنا على طول جاهزين ان شاء الله وجاهزين اكتر، وان شاء الله نكسب البطوله ونفرح الجمهور ونفرح الشعب المصري، يعني بصراحه هو اللي بيدينا الثقه دي. صحيح. هي طبعا البنيه التحتيه الاساسيه اللي موجوده في البلد من استادات واستادات وتنظيم وامكانيات. صحيح. امكانيات وموارد بشريه، الحمد لله كل ده بيتوفر من خلال طبعا زي ما حضرتك عارفه الوزاره، ومع طبعا الدعم من دوله رئيس الوزراء الدكتور مصطفى، وطبعا فخامه الرئيس، البنيه التحتيه اللي بقت موجوده في البلد طبعا حاجه يعني ما كناش ابدا نحلم بيها بصراحه. الافارقه ما تتخيليش حضرتك الناس، والله احنا نفسنا قاعدين هنا منبهرين. رئيس الاتحاد الافريقي يعني امبارح يعني شكرنا كلنا، قال لك انا مش متخيل يا جماعه ان احنا كنا هنعرف نعمل البطوله دي في 40 يوم. لان كان حصل اعتذار من المملكه المغربيه على التنظيم، وكان في مشكله، فالحمد لله احنا يعني بدعم طبعا من الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي اللي هو داعم لافريقيا كلها وللاتحاد المصري لكره اليد، الحمد لله قدرنا ان احنا نخرج بالمنظر اللي حضرتك شايفاه. صحيح. نكلله بقى ونكمله، نكمل الصوره كده ان شاء الله بالمكسب بإذن الله. بإذن الله. خليني برضو أسأل حضرتك عن الاستعدادات الخاصة بقى باللجنة المنظمة لمباريات نص النهائي إن شاء الله اللي هتبتدي بكرة، هل في استعدادات خاصة بقى لبكرة؟ طبعا في استعدادات خاصة إن احنا من ناحية دخول الجمهور، احنا في استعدادات عشان احنا مدخلين أولادنا اللاعبين والإداريين والمدربين من غير تذاكر كارنيهات الاتحاد. انا دي الشركه الافريقيه بصراحه مع خاصين بوابه اللي هي رقم 10 لدخول الاولاد، ومأمنين المنطقه كلها، المدرجات اللي بيقعدوا فيها. في نفس الوقت بكره هيبقى في استعداد خاص لضيوف الشرف اللي هيبقوا موجودين خلال مباراه قبل النهائي. طبعا في استعداد خاص بيتم، لان تم اعلامنا ان شاء الله في احتمال كبير ان معالي دوله رئيس الوزراء الدكتور مصطفى يحضر المباراه النهائيه، فالاستعدادات الاداريه واللوجستيه اللي احنا بنقوم بيها دلوقتي عشان المنظر العام يخرج اخر 3 ايام ان شاء الله بجانب المكسب، ان يخرج اداريا كمان وتنظيميا في احسن صوره تعكس حضاره مصر واهتمام مصر بافريقيا باذن الله. كابتن عمرو صلاح نورتنا اكيد النهارده في اخبار اون تايم، مشكورك جدا على وقت حضرتك. حاجه بس مطلوبها من الجمهور بعد خلال برنامجك المحترم، ان بس ان احنا نتمنى ان احنا نشوف الجمهور النهارده وبكره ان شاء الله في مباراتين الجزائر وتونس، لان هم دول اهم مباراتين اللي ان شاء الله يودونا لغايه النهائي حقيقي. لان احنا هدفنا ان احنا ان شاء الله نكسب البطوله ونطلع الاول، لانها اولا مؤهله لكاس العالم، فاحنا صحيح. ان شاء الله يعني نتاهل. حاجه ثانيه، لو بقينا اول هنبقى في مجموعه كويسه جدا في كاس العالم، هتساعدنا كتير جدا ان احنا نوصل
في كاس العالم في بولندا والسويد صحيح في يناير اللي جاي للمربع الذهبي ان شاء الله. صحيح، ومنتخب اليد حقيقي يعني يستحق كل الدعم، يعني دايما مشرفنا في كل المحافل الدوليه، فاكيد طبعا بنتمنى ان يكون في تواجد اكتر للجماهير المصريه النهارده، وان شاء الله كمان في مباريات نص النهائي وفي النهائي اكيد ان شاء الله هنوصله. بشكرك جدا كابتن عمرو صلاح نجم كره اليد السابق، اكيد نورتنا النهارده في اخبار اون تايم. نرجع مره ثانيه ونكمل معاكم بقيه اخبارنا النهارده. والنهارده انطلقت بطوله العالم للسلاح للرجال وللسيدات، واللي بتستضيفها صالات استاد القاهره الدولي تحت 23 او حتى تحت حتى يوم 23 من يوليو الجاري تحت رعايه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء. وجت قائمه المنتخب المصري المشارك في منافسات سلاح السيف المبارزه سيدات كالتالي: ناردين ايهاب وشروات جابر ولما حزين وايه شريف، وكمان جت ناردين ايهاب في المجموعه العشرة وبتضم المجموعه الثالثه او 13 ايه شريف، وبتلعب لما حزين في المجموعه ال 16، واخيرا شروات جابر في المجموعه ال 21. وبتقام اليوم منافسات دور المجموعات والادوار الغير رئيسيه عشان يتاهل 64 لاعب ولاعبه للدور ال 64 الرئيسي، والمقرر انطلاقه من يوم 18 يوليو الجاري، وهيتم تاهل اول 16 لاعب او لاعبه في التصنيف الخاص بكل سلاح للدور ال 64 الرئيسي. مشاهدينا نطلع دلوقتي مع حضراتكم سريعا لفاصل، ونرجع ونكمل بعد كده معاكم بقيه فقراتنا هنا في اخبار اون تايم، خليكم معانا. هيختتم فريق النادي الاهلي تدريباته الجماعيه النهارده يوم الجمعه استعدادا لمباراته قصاد بيراميدز بكره يوم السبت ضمن منافسات الجوله ال 25 من عمر مسابقه الدوري المصري الممتاز. هيأدي الفريق تمرينه الاخير على ملعب مختار التتش قبل ما يدخل في معسكر مغلق في احد الفنادق عشان يبات فيها استعدادا اكيد للمواجهه غدا، وبيعكف الجهاز الفني على وضع الخطه المناسبه لمباراه بيراميدز من خلال منح تعليمات للعيبه بضروره التحكم في الكرة أطول وقت ممكن واسترجاعها في أسرع وقت في حالة قطعها من قبل لعيبة فريق السماوي، وضرورة كمان تنويع طرق اللعب في الاختراق عن طريق التمريرات القصيرة والتحرك من غير كرة واللعب ما بين خطوط فريق بيراميدز عشان يوصلوا للمرمى ويحققوا الهدف المراد من المواجهة دي. كمان استقر النادي الاهلي على اعاره محمود متولي مدافع الفريق خلال فتره الانتقالات الصيفيه الحاليه، خصوصا ان هو خارج حسابات المدرب البرتغالي ريكاردو سواريش وطلب رحيله سواء اعاره او بيع نهائي. وفي رغبه كمان من الجهاز الفني للمارد الاحمر بانتقال محمود متولي للفريق عشان يقدر ان هو يشارك مع الفريق الجديد بصفه مستمره في الموسم الكروي الجديد، وبعد كده ممكن يرجع مره ثانيه للفريق بعد ما يوصل للفورمه الفنيه المطلوبه. كمان في برضه تواصل وفي محادثات ما بين محمود متولي واداره النادي الاهلي عشان يدرسوا كل العروض المقدمه للحصول على خدمات اللاعب عشان يستغنوا عنه في الميركاتو الصيفي الحالي. بيسعى كمان البرتغالي ريكاردو سواريش المدير الفني للنادي الاهلي ان هو يوظف محمد شريف مركز الجناح عشان يعوض الغيابات الكثيره في المكان ده، وبيفكر كمان ان هو يشرك شريف في مركز الجناح خصوصا في ظل اعجابه بقدرات حسام حسن في مركز المهاجم الصريح، وده طبعا يعني بعد تاكد غياب حسين الشحات وطاهر محمد طاهر عشان يحاولوا ان هم يتوصلوا لاتفاق مالي من اجل طبعا التعاقد مع نجم دفاعه المغربي بدر بنون. وفي محاولات من جانب فريق قطر القطري عشان يزودوا المقابل المادي عشان يقنعوا مسؤولين نادي الاهلي بالتعاقد مع بدر بنون، وبيبذل كمان بدر بنون محاولات عشان يقنع مسؤولين النادي الاهلي ان هم يتنازلوا عن بعض المستحقات المتاخره عشان طبعا ده يسهل انضمامه للدوري القطري. وتمسك كمان المدافع المغربي بالرحيل عن النادي الاهلي بعد ما خرج من حسابات الجهاز الفني بعد ما تعافى من الاصابه اللي جات له من ساعه ما كان بيشارك مع منتخب بلاده في بطوله كاس العرب واللي اقيمت في قطر في ديسمبر الماضي. نروح بقى معاكم لاخبار نادي الزمالك، وبيدخل فريق الكوره معسكر مغلق النهارده يوم الجمعه في مدينه كفر الشيخ استعدادا للقاء غزل المحله والمقرر ليه بكره يوم السبت في الجوله ال 25 من الدوري المصري الممتاز. وبيختتم الفريق تدريباته النهارده الساعه 5 مساء على ملعب عبد اللطيف ابو رجيله في مقر القلعه البيضاء.
لسه مكملين معاكم اخبار نادي الزمالك والبرتغالي فيريرا المدير الفني للفريق وجه بعض التوجيهات للعيبه الفريق استعدادا لمواجهه غزل المحله، واتكلم كمان مع المدافعين وطلب منهم ان هم لازم يركزوا ويتفادوا الاخطاء الدفاعيه الساذجه في ظل اعتماد فريق المحله على اغلاق الدفاع واللعب على الهجمات المرتده. كمان طلب من لعيبه الوسط ان هم يساندوا الهجوم ويوجهوا طبعا التكتل الدفاعي المتوقع من المنافس. كمان أندية الدوري السعودي أبدت اهتمامها بمحمد أوناجم جناح نادي الزمالك عشان يضموه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. تلقى أوناجم عرض من أحد الأندية السعودية خلال الساعات اللي فاتت دي عشان يحصلوا على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وأكدت تقارير صحفية إن في اهتمام كمان من جانب نادي الوداد المغربي عشان يضم أوناجم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وده طبعا اللي خلى اللاعب يفكر مرة تانية. لسه مكملين معاكم مع نادي الزمالك، وخلال الفترة الحالية بيعمل الفريق بقيادة فيريرا أكيد على الاحتفاظ بخدمات اللاعب أشرف بن شرقي وتأجيل كمان رحيله عن صفوف الفريق لغاية ما تنتهي المواجهة اللي هتكون قصاد غريمه التقليدي النادي الأهلي في نهاية كأس مصر. وعقد نادي الزمالك جلسة مع بن شرقي عشان يقنعوه إن هو يأجل قرار رحيله عن صفوف الفريق، وأبدى كمان اللاعب المغربي الموافقة المبدئية على تأجيل قرار الرحيل، وده بعد الاتفاق على المشاركة في نهائي كأس مصر بجانب كمان المواجهتين في الدوري قصاد فيوتشر وقصاد نادي سموحة. كمان فتح مسؤولين نادي الزمالك المفاوضات مع احمد رفعت جناح فريق فيوتشر اف سي الصاعد حديثا لبطوله الدوري الممتاز عشان يدعموا خط هجوم الفريق في الموسم الجديد. بتحاول دلوقتي اداره نادي الزمالك انها تتعاقد مع احمد رفعت، وكمان بيتحاولوا ان هم يتواصلوا معاه ويعرفوا موقف اللاعب من العوده مره ثانيه لنادي الزمالك خلال فتره الانتقالات الصيفيه الحاليه. اكيد احمد رفعت عنده بالفعل رغبه ان هو ينتقل لنادي الزمالك ويرجع مره ثانيه، ده طبعا اللي كان واضح خلال الجلسه اللي جمعت ما بينه وبين مسؤولين نادي الزمالك، الا ان اداره نادي فيوتشر يعني وارد ان هي ترفض برضه فكره رحيله عن صفوف الفريق بسبب تمسكهم باللاعب ان هو لازم يشارك معاهم في بطوله الكونفدراليه الافريقيه واللي هيشارك فيها الفريق الاول لاول مره في الموسم ده. مشاهدينا نطلع دلوقتي لفاصل سريع ونرجع ونكمل معاكم بقيه فقراتنا هنا في اخبار اون تايم، خليكم معانا. برحب بكل مشاهدينا مره تانية، ودلوقتي جه ميعادنا مع حضراتكم فقره الكوره العالميه. هنبدأ مع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي اللي نجح في التواصل لاتفاق مع برشلونة الأسباني بشأن التعاقد مع نجم خط الوسط الهولندي فرانكي دي يونج. وبحسب موقع ذا أتلتيك البريطاني فمانشستر يونايتد توصل لاتفاق مع برشلونة على دفع 75 مليون يورو عشان يضموا دي يونج، وممكن كمان يدفعوا 10 مليون يورو تانيين كإضافات للصفقة عشان توصل قيمتها الإجمالية ل 85 مليون يورو. وبكده وزي ما قالت تقارير بريطانية إن مانشستر يونايتد متبقي له بس اقناع دي يونج بالانتقال للاولد ترافورد والموافقه كمان على الشروط الشخصيه مع النادي. نجمنا المصري احمد حجازي والمحترف في صفوف نادي اتحاد جده السعودي اتواجد في التشكيل المثالي للدوري السعودي عن الموسم المنقضي 21-22 واللي تم الاعلان عنه امبارح مساء يوم الخميس. واخفق حجازي مع الاتحاد في الجولات الاخيره من بطوله الدوري ان هو يحافظ على الصداره عشان يتوج الهلال باللقب في الجوله الاخيره من المسابقه المحليه. وشهد التشكيل المثالي للموسم الماضي من الدوري السعودي اللي اعلنته الحسابات الرسميه للبطوله المحليه سيطره
من قبل لعيبة فريق اتحاد جدة بتواجد 3 لعيبة، وكان حجازي صاحب 31 عام خاض 18 مباراة مع اتحاد جدة في مسابقة الدوري خلال الموسم الماضي، وقدر ان هو يسجل 3 أهداف. كمان كشفت تقارير صحفية عن تحرك مسؤولين باريس سان جيرمان الفرنسي خطوة للتعاقد مع روبرت ليفاندوفسكي نجم فريق بايرن ميونخ الألماني، وأكدت التقارير أن النادي الباريسي بدأ أن هو يعمل اتصالات في الفترة اللي فاتت دي بمسؤولين النادي البافاري عشان يستفسروا عن إمكانية ضم أو بيع النجم البولندي. كمان أكدت الصحيفة أن مع استمرار برشلونة في ضغطه لإتمام الصفقة دي، فإن البي اس جي مستعد أن هو يقدم عرض أفضل ماديا للاعب وللنادي كمان الألماني. وقالت التقارير أن النادي الفرنسي انضم لسباق التعاقد مع ليفاندوفسكي، واللي حظى أكيد باهتمام بالغ من برشلونة الأسباني، واتقدم النادي الكتالوني بعرض لشراء ليفاندوفسكي مقابل 40 مليون يورو. وبحسب الصحيفة اللي نشرت صحيفة بلد الألمانية، فقالت أن البولندي أو روبرت ليفاندوفسكي خاض أول مران لي مع البايرن على أرضية الملعب بعد اجتياز الفحوصات الطبية يوم الثلاث. كمان كشفت الصحيفة عن وصول البولندي روبرت ليفاندوفسكي لتمرين بايرن ميونخ متأخر 6 دقائق، وبعد كده انضم لزمايله لأول مرة على أرض الملعب. وكمان قالت أنه على الرغم من مشاركة ليفاندوفسكي في تدريبات بايرن ميونخ الألماني يوم الأربع، إلا أن المفاوضات مع برشلونة مستمرة بشأن نقل المهاجم للدوري الأسباني. دي كانت جولة إخبارية سريعة كده عن آخر الأخبار اللي حصلت في كرة القدم العالمية. نروح دلوقتي معاكم لفقرة جديدة، وهي فقرة أخبار العالم. هنبدأ جولتنا مع الصحافة العالمية والصحف الأسبانية، تحديدا بقى صحيفة ماركا، واللي ركزت على أونيل أسطورة كرة السلة الأمريكية، وكتبت أونيل أنا الأكثر حسما في تاريخ الدوري الأمريكي للمحترفين. الصحيفة برضو اهتمت بريال مدريد وبالنجم البلجيكي إيدن هازارد، وكتبت هازارد يعود أرقى من أي وقت مضى. كمان اهتمت ببرشلونة وبتجديد عقد عثمان ديمبلي، وكتبت ديمبلي حتى عام 2024. صحيفة سبورت الأسبانية كمان اتكلمت عن توقيع عثمان ديمبلي عقد مع برشلونة لغاية 2024، وكتبت عثمان ديمبلي يوقع حتى 2024، وديمبلي أولويتي كانت دايما برشلونة. الصحيفة برضو اهتمت بأخبار برشلونة، وكتبت رافينها يتدرب بالفعل في برشلونة، وفرينكي دي يونغ يتلقى إنذار من برشلونة وتجديد عقد كولادو. أما بقى صحيفة الموندو ديبورتيفو فركزت على مستقبل الهولندي فرينكي دي يونغ في برشلونة وأخبار الفريق، وكتبت يطلبون منه المغادرة، وبيانيتش هيذهب لجولة في الولايات المتحدة ويعتقد أنه بإمكانه أن يكون نافعا، ورافا ماركيز يتم تقديمه رسميا كمدرب جديد. كمان برضو اتكلمت عن توقيع عثمان ديمبلي لعقد جديد مع برشلونة لغاية 2024، وكتبت عثمان ديمبلي. مشاهدينا نطلع دلوقتي لفاصل سريع مع حضراتكم، ونرجع ونكمل بقية فقرتنا هنا في أخبار أون تايم، خليكم معنا. برحب أكيد بكل مشاهدينا مرة تانية، ودلوقتي جه معادنا مع فقرتنا الأخيرة، وهي فقرة وان شوت. يعني النهارده في وان شوت لازم نتكلم عن اللي حصل امبارح في مباراه الاتحاد السكندري قصاد سيراميكا كليوباترا، واللي تعرض طبعا فيها الحارس احمد يحيى حارس مرمى الاتحاد هجوم كبير جدا، هجوم غير مبرر من جماهير الاتحاد السكندري، واللي كان سبب ان هو ساب الملعب ورفض ان هو يكمل الماتش ده بعد طبعا ما دخل كمان في حاله من الانهيار والبكاء الشديد. يعني طبعا موقف اكيد صعب جدا 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 على احمد يحيى، خصوصا كمان وان هو شارك في الماتش ده وهو كمان عنده ظروف صعبة جدا بعد وفاة أخوه قبل المباراة بيوم واحد. فلازم بقى هنا الواحد يتكلم عن الموقف السلبي لجماهير الاتحاد، ونقول لهم كمان أن خسارة ماتش يعني مش نهاية العالم أبدا، ولكن لما اللعيبة يحسوا أن خلاص بقى الجمهور مش بيقف جنبهم مش معاهم في المواقف الصعبة، هي دي بقى الأزمة الكبيرة. يعني فين الإنسانية؟ فين مراعاة مشاعر الآخرين؟ لازم الجماهير تراجع نفسها مرة تانية قبل ما تقول أي كلمة. لازم كمان يكون يعني في وقفة كده لتجاوز الجماهير في حق اللعيبة، لأن كرة القدم عمرها 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 ما كانت بتتلعب عشان تدمر نفسية إنسان سواء لاعب أو مدرب. وبرضو ده جديد على جمهور على فكرة الاتحاد، مش ده جمهور الزعيم، لا مش ده أبدا جمهور سيد البلد، لا مش هو ده أبدا.
يعني كرة القدم بتتلعب عشان الروح الرياضية، عشان المتعة. وأنا بصراحة هنا رسالتي لأحمد، يعني اوعى حاجة توقفك، كمل مشوارك، احنا كلنا جنبك، احنا كلنا بنحبك. كمان يعني عايزين نشيد كمان بحملة الدعم الكبيرة اللي حصلت امبارح، شفنا كل اللعيبة اللي في الدوري كلهم وكل الأندية كلهم بيبعتوا رسائل دعم لأحمد يحيى، وهي دي بقى الروح اللي احنا نفسنا تكون فعلا موجودة في ملاعب كرة القدم المصرية. شفنا امبارح كابتن أحمد ناجي أول واحد بيجري على أحمد يحيى عشان يدعمه، وهو طبعا مدرب حراس مرمى فريق سيراميكا. كمان نشرت صفحة نادي سيراميكا على موقع التواصل الاجتماعي الخاص بها على الفيسبوك رسالة دعم لأحمد يحيى، وكتبت له كامل الدعم للحارس أحمد يحيى، ومن أجل هذا تلعب كرة القدم. شفنا كمان لعيبة الفريقين وهم كلهم كانوا يعني حريصين جدا ان هم يدعموا حارس الاتحاد السكندري أحمد يحيى. كمان رابطة الأندية المصرية أعلنت امبارح برضو عن اختيار أحمد يحيى لاعب الجولة ال 24 في الدوري المصري الممتاز، ونشرت كمان الصفحة الرسمية لرابطة الأندية المصرية المحترفة على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك صورة للحارس أحمد يحيى، وكمان جه التعليق كالتالي: بإصراره أن هو يلعب المباراة عشان يساعد زمايله ويتحامل على نفسه، يعني ده أكيد كان تلبية لنداء نادي، كل الدعم لحارس مرمى الاتحاد السكندري أحمد يحيى. وده طبعا يعني هو ده اللي مستنيين، وهو ده اللي مطلوب، هو ده لازم كلنا يعني نكون معاه، لازم كلنا نقف جنبه. كمان يعني بصراحة رسائل كلها مهمة جدا، دعم كبير جدا من كل الأندية من كل اللعيبة، هو ده اللي احنا مستنينه. وأكيد طبعا يعني دي حاجة رائعة أكيد لازم نقف عندها، ودي نقطة إيجابية برغم أن كان في نقطة سلبية، دي النقطة الإيجابية اللي كان لازم نقف عندها ونتكلم عليها. وإحنا كلنا بنقول برضو مرة تانية لأحمد يحيى، إحنا كلنا معاك، كلنا واقفين جنبك، كلنا بندعمك، كلنا بنحبك، وكمل. ويعني انسى اللي حصل امبارح ده، وطبعا بنتوجه له اكيد بالعزاء يعني بخالص التعازي، البقاء لله، ربنا يصبرك ان شاء الله. وبكده بتنتهي بقى حلقتنا النهارده من اخبار اون تايم، اكيد وفيناكم فيها بكل ما هو كان جديد في الساحه المحليه والساحه العالميه. ان شاء الله اشوفكم بكره على خير في حلقه جديده. شكرا لحسن المتابعه والى لقاء اخر.